بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكيل لحدن يصدحات كمدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسوج ريباب الرجاء إلهي سبحانه وتعالى إن خير لغفشه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا قعودا، وحان أهن كوفرديا جمع قاعد، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسولك الله بأن لفرديني معنا، وحان لتشوغو فردقا سنوهليي أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر بفردقا تشوغي في نفر، مع نفر جماعي وكوحكالي يضل لقبو نفر كمرك صدح إلى سقال ويال ليد هذا صدح إلى تضبنا والله الشيقا. نبي محمد بانو لفر ديرني أنا غو كوحة أما الرحان أما الرعب يعتب أن بضنين وضد وحان لفر دير وإيه الذي مسلمين أبو بكر وعمر رسولك إلهي مركا لقى صوتك. فقام رسول الله، رسولك إلهي باتشوك سدو استاغي من بين أظهرنا برطان كاوك استاغي لحظة نظرك استاغي وأبحي ومرك النبي هو حاجتك وبرنانك أي أبحي وي. فأبطأ علينا ونقص الضحي وانتيك سني أبطأ علينا نبي ركن نقطة وينو دربص ونقضه أي أدقن أهان شرتي، لكن مالين كان نبي إن نبر أي الضحي. فخشينا وحنكبقني أن يقتضع إلا قوست صوبنا عليه الصلاة والسلام دون ناس قضيه، يعني أنك يو أسجى أنت ورد حيسين لغبه عدو أغبه حي والنبي قد بات اللوجي يستوديب جاران وكعب سني. ففزعنا وانو أرجحني وان دقدقني وفزع مرنا روعي عبسد النقضة مرنا شيء قادنا يسد كل بهرتون النقضة مرنا قرمت ك يدق وحون النقضة هي لذا أروح أسيد دقدق أوه هي لسه صدق هذا معنا بواصورة قال. ففزعنا أرين كان النبي قد داهي آدم أتيك سني يدرين كان غصوب بيريا إن النبي قد بلوجي استاء ونحضر يد اللقب حقه أيانو لرجحنا. فقمنا وانو استاغني برمض با لقاعيي. فكنت وحانها أول من فزع روحي أهريي قرمدي أما روحي أهريي أرجحيها وشعب سيكو كنتو. فخرجت وان بحي أبتغي رسول الله، رسولك أنا ودون يرادينيا حتى أتيت إلى أن تقي أنقاري حائطا بير للأنصار أنصار آتي بير وين أوضا ونن أنصار الله يحيبان تغيبوري راتك النبي يمير مكو قاضي آقي. وذكر وحوش أبو هريرة الحديث، حديث كيبو كحيي بطول درك سلاقة حديث وحديث ديرو كو إمن دونا بابك سقاشاني يشنات بكو صنقون دونا حديث كتضوب بقول يسغال بأنه قاري دونا هدي الله يدهده أصغو فهفاسا وقصدوا عدما يسترن طيبو كين دونا إلى قوله لقى قاري وعدي أبو هريرة يجيب حديثك وذي الشيكات سعوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولك لا يوحو يجيدي اذهب أرد، فمن لقيت الروح لك لنتو وراء هذا الحائط بيرتن قداشي هذا بيرتن قد يقصوا قشي أبو هريرة بيرتي ما كان تقيو النبي عن بيرتي تقيو النبي عن دربينو بيرتي كتشيرو أيان راديي بو أرندونا الباب عن كقالو بيرتي بان كووريغي كذن يا الباب يا ميل ان كبودان كواي مردم بون دالي وحان ركيب وري قعن عيل كايمانيه كلي وبيرتك قليه وعروت يرك هذي حلوشان اي كحولان كران ضبعون اي كقلي كرت انتان ازياري يان كلي كقلي وري بيرتي ونصو دوباي هالكاسان بيرتي كقلي سيد ضوع عادي بانو قلي وري اصاك الشكين دورا مركاس النبي قال لك هولمي بواكو سيدي حقيت كتيمت محاد هذين يسي هاوشي بواكو نبي الله ونغسو تكتي واكو تكسني دريان باندو غسو كردو يوحان نسنيري اما صوباني يدين كنو سوغ يسان لبن اللو قيستي ساسان اصو برمني ضدكنا واي دبا سعودان عيدا بدن با سو سعودا مركاس نبي وحكو يري لبن مجري نقو ضدك سو سعودا محادو شكتا هاوشان شدا. طيب اذهب تق، فمن لقيت احد كالله كلانتو وراء هذا الحائطي بيرتن قداش ذات كل كل أنت يشهد وصق وقرية أن لا إله إلا الله اللو ينم وين أحد حق لقوع عبد إنه سنشرين قرية مستيقنا أصقه به أوه بوي بها كلمة ذا حقاس قلبه قلب يسو. فبشره أقول بشار الروح صداقة
بالجنة جنة أو بشارة. رواه مسلم، مسلم باوريي استيقان كل لغة اللغة العربية وقلب روحي كدعة يقين يستيقان وحاول ليد هذا با وعملك أضبط هبالك قلبك كدعة قلبه مرك هذا إن لإظهاري الله شيغو وعدوشي توكيد لأنه استيقان كاب معناه كفلا وحاضا هبن وقلبك هذا أوصل اعتقاد ثنين أو كتاب جامع كمرين مستيقن بل لم يجد هذا يقين بل لم يجد هذا قلبه مرك إلا كينو وأحوال وقت كين إياه فبشروا بالجنة جنة أو بشارة. رواه مسلم، مسلم بحديث كورية وأن الدين شيخ إنه باب كسكاشن شنات كو إيمان دونه أسوغو سيدان كدر وكدر مايسترن أو حديث كرقم كيسو يهي تضوب بقول يا السقال إن شاء الله تعالى قصة أنت بواكتك إمامكو باب الرجاء بينو كتشرا أو حاوي عمر بو حوران دونا أبو هريرة محلوس عطا رمبال كاس الله يسو ديبي نقول كبيه سنة واتا واكوان إمخراتي كعهاية إذن وكي سوء عليي أبو هريرة اسكد عين عمر النبي أسوى الدعوذي مركز دم النبي أويري واسد عمر شيغي أكادي يسان سلقنيني وتوحيد كأي كلمة اسكوها اللينيني بل كقرية قصة داريد وان قارد وان إن شاء الله تعالى يدو حديث أبورا أنا هينو حديث كلا أنا هبين دويد باتصوم رئيسين وحديث كمعاد بن جبل يا غير كيبا يعباد بن صامت بوات صومرتين. إذن محاكو جرى الرجاء روح مسلم إيه كلمة توحيد كل انت سوى آمسا معنى هذا اعتقادا نحر كذا قال لما كان أن كجرين أو سيدا كل انت وأهل جنة أسوى النار آن لمرين أما جنة ذو قلية أما أدي إله عقابنا انتي للطهيرو أو لسوء عذاب أدن بقل لقوي يؤخر جنة قدام بيني بمعنى وحاوي روح مسلم كأهل التوحيد كأن منافق أهين أي ربط صاحب معاصب هالنغذي آخر حكودهم بين إياه جنة إلهي سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عم نعاس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا أي قرأ نبي وحو أخريي نبي وحو أخريي قوى الله تبارك وتعالى وديسي في إبراهيم نبي الله إبراهيم قصاب سنيد إبراهيم وحوجيلي مركو ربك حكاينا يا ربي ربي قيو إنهن أصنامتا يوحي من العابد يعلسوا كذي أظلنا وحي رميه كثيرا من الناس إن بدنا وضفك كم بدأ يدون شين ويدينك كسارين يعني ولقوا أفوبيوي يحمر رميان أودنا ملها لكن سبب يكون غدين وي. فمن تبعني روحي الراعي حق أن لا إمدي التوحيد كيقول رعدان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه مني أنا ويجترسني هاي دين أهان يضد أهان هي مستقبل آياتين بقى. ومن عصاني الله واحد كي يوقع عن سيري الدين كي يقدي ذانا فإنك غفور رحيم الله وحات هاي الله رافض بدن نحرس بدن الآية آياته كدن بيسي وضوي وحكى النبي أخري وقول عيسى عليه الصلاة والسلام يورد النبي الله عيسى والنبي أخري إن تعذبهم إله هذا عذاب تأضوم هذا انكو عاسيي فإنهم عبادك وأضوم هذا هذا عذاب تؤد نار تو هذا هو الضوم هذا هو كوكو حد قد بي وإن تغفر لهم هذا ضد أفتنا فإنك أضو أنت أضوهم با العزيز الأول قبعة الحكيم فلسا وأحد شيء والبميشو لي هاي لغا عزيزك أفصمالك مركا اللي يجد هذا وأود أي كود أنت يقب النمو العزيز وأود أي كود أنت يقب النمو أود قيحا عزم معها قبل نمدان أو اللهين عزم معها مرك إسراعان بعزية عزيز الليل هذا إذن إلهي عزيز وحيكين إيسا أحد كي حد قدبة إنه كأرغوستو أصون عندك بقين حكمة وحيكين إيسا نوال بوح مديها إنه مريو فإنك أذيك أنت العزيز الله شرفت بضانا أما أود بضانا يقبت الحكيم إيه فالكسان إيه شيء والبميشو ليه لبدا أيود من نبي أخريي مركو انت اخري فرفع يديه نبي قعميس بكر قاضي وقال وحون يري اللهم امتي امتي اللهم امتي امتي اله امضي اله امضي ان حارس ميا اله امضي ارغدي ان ورغين يا اقبل ميا اله اضاف ميا انت هو احتماشا لنبي الله عيسى هذا الكيسة وعلى سو غورشي يا نبي الله ابراهيم هذا الكيسة على سو غورشي وحا كجيره
in aan Ibraahim uusan go'aaminin ilaahu u dhaaf muusan dhihin ciisana allah ummadayda u dhaaf ma dhihin wuxuu ku gaabsaday Ibraahim faman tabi'ani fa innahu minni waman casani fa innaka ghafuurun raxiim ilaahu u dhaaf muusan oranin allow intaa caasa cadaabna muusan dhihin albaabku furan buu nabi ibraahim ka tagay khiyaarkii hawsha allow u daayay ayaday u furayd inuu baryootamo oo ilaahay uu tugo u baryo muusan yeelin nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam asagoo rabbi ka xishooday oo is yidhi rabbi ha gacan dhaafi nabi ciise sidoo kale muxuu yidhi allahu haddaad cadaabto waa addoommadaadii cidna kaagama naxariis badno cidna kaama xigtaada abuurtay haddaad u dami dhaaftana hadda idna waad leedahay casiiz aan waxba u noqonayn hadduu iska cafiyo kii daalimkaabaa tahay awood iyo gobonnimo aday kugu dhammaatay haddaad cafidana waxba u noqon maysid haddaad ka argoosatana waxba kuu tari mahayaan argoosadkoodu laakiin waa mudan yihiin labada nabiba waxay ka tageen albaabkoo furan allana waa ka xishoodeen dil iyo daynaba rabbi inuu leeyahay janno iyo naarba leeyahay dhaafid iyo waqabashana leeyahay kaga tageen taasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allaahuma anu waxaan leeyahay ummati ummati ilaa ummadayda u naxariiso anu oran maayo haddaad u dhaaftana waa addoommadaadi dad cafwan ghafuur raxiim baa tahay haddaad cadaabtana waa addoomo oran maaye allaahuma ummati ummati ilaahu u naxariiso ummadayda cafi way macnuhu وبكى نبي وانا اوي فقال عليه الصلاه والسلام فقال عز وجل انت امرك النبي يري او الهي بريي حقنا او علميي يا الهي سبحانه وتعالى وحو يري يا جبريل جبريل لو اذهب الى محمد نبي الله محمد اذ اتق وربك اعلم ربي انا وكا اوغال بدن يحي محمد يا حالكيس يا وحو لا كلمي يا اوهنتيس يا برورشديس يا بريديس با فسله ويدي ما يبكيهم حكو هني ويدي وحو النبي محمد جبريل فأتاه جبريل جبريل بان نبي قال يميت فأخبره رسول الله رسول كيله با أشيغي بما قال وحو يلي وهو ألنا أعلم أكأغال بدن ياهي فقال الله تبارك وتعالى فأتاه جبريل فأخبره رسول الله رسول كيله با أول رمي جبريل با أول رمي بما قال وحو يلي هذا سنسو آخري إلهي بان بريي هذا هو أنسك برورتي أدون برورتي بان هاي سيداسو يوشيغ والكي جبريل فقال الله تبارك وتعالى ربي وحوري يا جبريلو جبريلو جبريل هو النقضي ويهد الله كن نقضي ووركي يوحو النبي كالوك المؤشيغ إلهي نوا كأوغ البن حكت واها يا إلهي وعلام الغيوب عالم الغيب والشهادة فقال الله تبارك وتعالى يا جبريل اذهب إلى محمد جبريل ومحمد آذو كن نقو فقل وحاتر هذا إنا أنه هدان ربي وينا أي سنور ديك ونكرا لقلين في أمتك أمد هذا أمد هذا وحي أدقى بصوت إرقاء يا شفاعة يين لون حريستا والغورا لقلين إيا ولا نسوءك منك حمين إنه كو البهارين ما إنه رواه مسلم مسلم بحديث كورية مركا حديث كحول معنا يا آيات الضحى ولا سوف يعطيك ربك فترضى فترضى مركا inuu malagii galay oo ilaahay ku gacansayday oo nabi maxamedna ka caal waayey oo diinka lagu kari waayey ninka unbaynaaro quwaxda weeye idan nabigu waa la raalli gelin ilaahayna xumayn maayo laakiin qayb innaga nagamid oo cusaada oo dhib badan oo ardaala ah in la cadaabayo nusuus kalaa sheegtay axaadiis kalaa sheegtay middaasna waxa weeye xikmatu rabbi baa keentay iyo cadligiisa rasuulkuna waa ku raalli noqonaya laakiin آخر كيش في عقادة ومضو رنة دماني نار تكسو دماتو ويا وعن معاذ بن جبل ميشا هوري إيه مسألة عقدية عرس باكو جرتا آيات فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ننك يا عاصية ولو بشرك والكفر إلهي ما أودا في كريم سمايا بالغا نقاشا مركب بحثك آيات لما رأيوه مسألة عقدية آهيد ay isku hayeen ashaacirada maaturidiyada muctazilada ahlu sunna waljamaca ahlulxadiidka ku jirta qolya waxay leeyihiin shayga kufriga iyo shirkiga la yidhaahdo caqlan ilaahay wuu dhaafi karaa oo masalatu lwacdi waalwaciid waa xukum samci ah wey ilaahay waa boqor caadil oo casiiz oo xakiima raxiima oo ghafuura dembiga ugu weyn haddaad samayso
إلهي إنه كأرجستنا أرجستنا واليها إنه كوج عفينا واليها ومرك عقل جأدمها الله فيري محي نب كاذية حمان تاذ إلهي وحبي يلي ميسو وانا قاذية سماها دون الله واحترم مايو مرها دان وانا قاذ ربي واحترينين حمها دون الله وحييلينين إنه كعفينا واليها وشركي وكفرك وكعفيو إنه كوج عقابنا واليها وعقلا مك لقها الله يمس لقها الله يذهني أنت إن سودكم ويا آياته يا خبرك إله أها أنك الشرك مردافنه كفر لمردافه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن الله لا يغفر أن يشرك وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين آياتها أن أخبار السمع أنت لقارن بلغ النقاشية لأن النبي إبراهيم بوحول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني إطلاق محاصوك لي الشردك يعمومك عصيانك محاصوك لي حتى شرك وكفرك كتيرة وحول النبي فري فإنك غفور رحيم الحكم العقلي مركو حكيني واسد الجمهور أهل بدنيين أهل سنة مع الأشاعر بدنيين ما تريدي يقول لك الله سعود وحيليهن حتى عقلنا شرك لمع فيه كره لأنه وقدح في الربوبية وقدح في الألوهية رب النمت كي ناوى عيسى دنبي عن دنبي لعفية ماها عقلا وسمعا بيوجد هذه ما تريد برطة سيلا مرتي ظاهر كنس كنواء معي رأي أهل السنة والجماعة إيه جمهور أهل السنة والجماعة التاجري كذلك نبي الله عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادكم مطلق عموم إلا وشرطه وإن تغفر لهم ولو كانوا مشركين وكافرين فإنك أنت العزيز الحكيم لا بد النبي ويسكن راعين إبراهيم يويل كيسبا ويسكن راعين إذن سلاسة صحة من حيث العقل ما كان ليده هذا إلهي وحل بوع فيه كره وحكى السود دم بيوت قشنا وقوق بنكرا لا بد بقى سقى إسكالم حي إلي حمان تاض وحمية شو ونا قدونا وحمد ترى إلهي هو كامل في أسماء وصفاته بن كان مكلا جاي جاوي لكن بعد الوحي وأخبار الرسل والكتب السماوية مع عضاضي إلهي الشرك وكفر مرافه ونقص يدورت رب الله دورها يوي قال له كأبوري بانتاد قنصت اوت قورصت اوت دروده يا وحد كدا دحينيسا ان اوليدو كاغا دغدغ بدنتو كاغا نخاريس بدنتاي الهي يو اي غرغر ميشد اورن لايد يا وحدي وها كدو الهي كوغو سو داهاي دربو كون نخاريسن ماهي او عبد القادر معنا دمر هو ماهي الهي باتو انتي وسوء ظني برب العالمين شرك يكفر اسل قيسو والهي وملح لو قاد لو تموي فما ظنكم برب العالمين مرك وإساءة ظن بالله وضرد الله لضري وقدح في الله هي إضافة نقص ونقصان إلى الله سبحانه وتعالى مرك شرك وكفر ومحرم عقلا وسمعا أما حق عفق سي عقاب تيسو ومسألة سمعية عقليا ماها لبضا يعني لسكو خلدين وحاكوش النبي أن حريس تيسا دنقش تيسا جعلكم مدرس وجعل هاي نعيبكم نعبي إلا عذابه يا كرامة عند الله يقول يا هاي يا الله سو رسولك سو حرمان وقدرنا يا حديث كجرة يا بشارة إن إلهي سبحانه وتعالى صوبناها مليه سؤوسا ملح لغين وربي أرهالي قلن دونه الدون كيسا عبدك صالح يا نبي محمد وكرامين دون ما مسي دونه وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت وحانها ردف النبي نبي فنقل كيسانها ردف النبي نبي قال لسا راوي ردفه يرديفك وأحد كقضال كسارا قاديد كردتك بقشة فرس كضمير كالسارا يعني ننك ميشة شكانت أفرد يروح كحيك أي ردفك اللي أمر ردفك اللي هذا على حمار ضمير دوشي عفير وي رواية كالحديث كعدي على حمار يقال له عفير هبين دوين إني يعفور ليلان صومري حجة الوداع أبو دنتي بالله شجع دمير كازجع ألقى حلقة سجيريودي ودمير قيوب بدن لجوار قبو حلقو دشيء حلقو دنتي جيد كسبناه عليه الصلاة والسلام
فقال وحول سبحانه يا معاذ معاذو هل تدري ما أقتهي ما حق الله على عباده ما حق الله على عباده حق إلهي أدوميس أكله واجب الكوة ما أقتهي وما حق العباد أدومها حق وذا ما أقتهي على الله رب أكله إلهي وحي كم ذيهين هذي عابدان ما أقتهي والله إذا صارها دي أنه وحن كلن ربي مجري قبل نمي نحرس بن درته بل ربي سو صارها وشا يدا قلت وحاني الله ورسوله أعلم علي رسولك سيبا أقال بدن مسائل الدين مكي صحابه سيدا إرادا وحالو جدا أعلم ليس على أصلها علي رسولك سيبا أقوي أقال بدن ما أنا وحبان كأقنا هاي لكن علي رسول بان أقال بدن ما هي علي رسول با أقوي أنا وحبان كقرن مين إلا مسألة غيب ويهي حكم شرعي أصغان الله قدم بي أصوبنا قال وحولس نبي فإن حق الله على العباد حق إله أدوميس أكولي هاي وحاوي أن يعبدوه إني أوغان سمان إني عابدان وحلقا وضا إني ألا سديبان أوغان سمان أمر كي سيئلا حماها أي وحكر بكالي حدان أدوم رب النقدان إذا بيشان ميش لودر كوهاقاقان وحلقا ربا كالي حدان ساسا لقا ربا إلمها يركي هذا الشيء هدو وحي آت كرب تكسو بحي واي هدوام حي ومكروف كبيرانيا عاصي الوالدين وي قعنت هذا كبطي كهوس بحي وهذا قاضي عقدات ماشي عقود دم بيسي عرطة دم بات كساري وات كارتمان إيسان عرطة كو حسابي ميسي هذا أدونا إلما يرى هذا الشيء وحبا دم بعضان ترين أيها هدوك خلافه يا وحال أرخي الصلاة ثمين اللو وينو كو أبو ري أدونك كو كيني وحنو اللحادة يا نعماء يا حوق يا عقل يا قرشي يا قراد يا عافماد يا قرحي يا همالي يا استاقة يا مقال يا شأن يا كسي بعد ديدنتهاي وحي أدو أدو حكون نقول لهيد إيكو أنفعلها إنا تكون رقاقات ديدنتهاي دان لقا له مجرتو الله وحاتري مجر وادو وحستر وحن نقال لقا كرلاي نار بدك قمامي جنة قال ولا ذكر لا أن يعبدوه ربنا يسديبانه بمعنى أوه جان سماه ولا يشركوا به شيئا اللهنا أيسن هو جان سان كأحلى وذا جنن إله إن له جان سماه وكل اللي سديبه وأمر كسل قاته وإن أحد كإله إلا الأول ذا جن هذان إلهنا دوا سديبينا أولينا أن إله من الله سمينا مشكلة وي هذا إنه إلهي بان سدي بانه كتاب كيسان كل رقم إنا برلمان بان نوتة إنا ومسألة كله وعفو اللي يؤمن كيس الاسم قرب ليك كرو وحول اسمه مدرك كرو أما إلهي بان أقوى إيه أما أدون أدون كي بان نكون أدون كلا كويل ليه مرك شركاء متشاكسون ماشي كما صعونا إيه أدون إلهي نان نقطه إيه أدون هذا كل ما يكون جميس توحد حياة مش أدون هو بين تابا مشيران نين أنا مدح بنان أورنا يمشر نينك إلهي كسو عرر أدون أساق اللمدة والذليل حقير بقميسنا أدون صنعي وحل يقنوه حقير واسدة ولا يشرك إيسان أشريك أما إيسان لو ذاتين بالله إلهي سبحانه ويحقي إيسان شيئا شيئا إيسان لو ذاتين شيء قدونها النقض وحق العباد إنت أسؤال لك الربا أنا أدون ينقو وأنا قد أنكتين هيا دنت دنا قانا أنا كو أبوري هل كاكو هجاء مديد واحد كهشا عيرا سينو وحق العباد وحق العباد دوما حق ودنا فإن حق الله داس يهري كو عطفن طاي يعني ويكو ربان طاي دب مالها وحق العباد وأن حق العباد على الله إلهي عفوا الدوما الله حق يقول إن وحوي ألا يعذب إنسا عذاب عذاب لغو واريا اللوجة هذا الله سعودا من دون لا يشرك به شيئا نمن إله أشرك يالين أن إله غير كي عابد أما أنكو كفرين ربي إنو سن عذاب أي حق الله يعذاب يا إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى إذن ننك إله أشرك يلا عذاب مضان واتقوا النار التي أعدت للكافرين ننك إله أشرك يلا إرقان قال إيش ننك أنبع عذاب إسكاله ننك كل يحظى جنو إسكاله يا هاي فقلت وحايد يا رسول الله رسولك إله يو أفلا أبشر الناس ذات كما رب الشاري وبركة ويهي نينك إلهي عابد أشريك يلين جنة سوا ديار نينك إلهي أشريك يلين عذاب سوا ديار مسلعة وبنان كالتالوي وأنك أبين دو سومريني حيث جابر ما الموجبتان يا رسول الله
labada shay ee naar waajibiya minna janna u waajibnaba law noo sheeg man maata laa yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man maata yushriku billahi shay'an dakhala annar wa inna habinka soo maraynay tii oo kale way qaan nabi wuxuu yidhi laa tubashirum waxba haddaa u sheegi fayattakulu oo isku halleeyaan bishaa isku halaynayaan camalka iska dayni shaqada yarayni cibaadada yarayni way iska fadhiisanayaan iyagoo isku halaynaya bisharada weyn marka camalka inay badsadaan oo dara dhaadheer dhistaan oo shaqaystaan baa u fiican oo aakhara ay ka shaqaystaane waxba ha u sheegin muttafaqun calayh bishaaradii hore soo socotay ee in dadka ahlu tawxiidka ay badbaadayaan wixii ahlu shirkina ay cadaabmayaan ayaa xadiidka ku jira marka ama ibtidaa'an aw intihaa'an أما مركو الرسالة والضف باشنا الله وسين بغير حساب ولا عذاب أو مع حساب حسابا لسكوت كينه عرضة أما انتي لقاقو يو إيه حد قدي بكآت ثم يسيب هذا نظيف مركض ما لو جينا يا جنة وعين البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما عين النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحور المسلم أي الحقيقي المسلم أي الحقيقي وذلك في رواية أحمد وغيره المؤمن وكتمت مسلم كربتا أين منافق أين بعد الله الله إياه المسلم روح المسلم كربتا إذا سئل هدي لو يديه سائلك ولا جوي مسؤول عنه ولا جوي للعلم به أحد كوحكو ويدين لما شيئين وحلو ويدين لهانا لو مش رواية صحيحان كلو مش شيئين لكن محلو جوي للعلم به وقال لأجيا درتيرو qabriga axadka wax kugu weydiin waa labada malaq munkar iyo nakiir waxa lagu weydiina waa diintaada rabbiga iyo rasuulka saddexdaas lagu weydiinaya riwaayad kale xadiidka cadeeyay ee kharija saxiixayn ah baa lagu cadeeyay almuslim ruuxa muslimka ee muminka dhabta ah idaa su'ila waynu soo maray cadaabul qabrigu ma munaafiqiin ee gaalun buu goonu ku yahay mise xataa ahlu tawxiidku way marayaan waa laba masalo fitnatu lqabri عذاب القبر باك للجرة قد قربنا صوت المعنى إذا سئل هدي الله ويدي عن ربه وعن دينه وعن نبيه وي يانا ويدين يا منكر يا نكير رواية مرك أحمد يترمذ لحديثك وحاكيمت يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك الأرنية ربك واكما نبيك واك دين تاذو محي تايب الله ويدينيه انت سلس ويدينيه سؤال السادة روح مسلم كحقيقة لو ويدينيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل ويدينيه من ربك وما دينك ومن نبيك الليل وصوت ريسي أوتوماتيكا وروح مؤمن كربطة قلبي سيكد بنيت عرف كيسا كل اليامي وعرب سيهي تيبو لقد قلي سوماها سؤال سوب الدوام حي ما قع هذا مديل ود ما تقفيزا شدوا كلا تقفينين ما قع هيبل هيبل رواز الحقيقة كود دار صنيد الدماء أفرطن ثنا سوب هيبل هيبل إذا محاوي ولا سوب بوليسا ساس النبي سكو قبتي إذا سئل ما كل لو يدي الدين تيسا رسول كيسا نبي كيسا اللي سل لو يدي يشهد حقرا يا لا إله إلا الله الله وينم وين أحد حق لقول عابد إنه سنجرين بقرية وأن محمدا رسول الله محمدا رسول كأن يبقى مركب قرية فذلك جوابته دقدقة السؤالها خطرت على رب حين أيه قول الله تعالى قوله تعالى إله ودي سبا لغت المامي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إله وصغيا كوى علي رسولك الرمي وحقصغيا بالقول الثابت أي بالقول الحق بالكلمة الطيبة كلمة التوحيد ما سيريني ما صور ما سيكتيني ما هش كديني قا أرن ما هي جوك جوك سن ما هي وكل دواب عيني ورام بكل دواب عين شري قلبي يسوي كل دوم نيت عرف كي وردي شري ودي ومؤمن رب حقيقي منافق أفك على قاضية طيب إذا منافق على امتحان يا وسألها مرية يعني خ ومسألة أن وإذا هذا الشيء لا كله حق بدنيا وقيود حيلي لبوك حودنا لا انتحان ما هاي وهاي دين مسلم كربك اه حقيقي اه خالص كصادق اه معصيبها كل ايه عذاب القبر وسؤالها وفتنة القبر اه لو يدين ما هاي محايل بابا لغور قبي
gaalada waaweyn warkooda cadays yuhuudda iyo nasaarada iyo mushrikiinta caadiga ee banaanka adduunkaba la jooga ilaa inay ku kufriyaan waxba la weydiin maayey. Ay dhintaan banaar baa lagu furahayaa, daaqada naareed baa loo furi, cirkaba la gemi, sijiin baa loo kacaynaya, dhulka salkiisa la geynaya. Kuwa warkooda waa xidhan yahay, muslimiinta fiicanna warkooda waa xidhan yahay. Cidda la imtixaanayo waxaa weeye laba kaarle, ninkii afka muslim hee uurka gaal ahaa weye ninkii la imtixaanayo. Munaafiqun baa la imtixaanayo, la dhihi man nabiyuka wamaa diinuka wamaa rabuka, la odhanaya markuu haa yidhahdana budh baa ku bilaabanaya, ula naareed iyo cadaab naareed baa ku bilaabanaya. Asagoo sidaa loo is imtixaano banka qiyaama marka la tagana wuxuu dhihi anu muslim baan oo muslimiintu raacaya. Marka gaalada loo kaxeeyo naarta muslimiintu soo raacaya, kadib baa la kala saari, bankana waa lagu kala saari ilaa laga xisaabtamo oo la iskala saaro. Munaafiquuna dhex boodahaya, waa imtixaan, munaafiquuna dhex boodahaya. Marka wadaadaha qaabka u naqaasha, laakiin sida daahirka waxa weeye mu'min iyo munaafiq baa su'aalaha iyo imtixaanka waa la weydiinayaa. Mu'minkana waa ku baasahayaa, ka kana wuu ku dhacahayaa, ciyaadan billaah. بالقول الثابت قولك حق والرب كسوغ يا في الحياة الدنيا أدونك انت اللي تشوغي يو في الآخرة عذاب دي قبر الله تقابا متفق آياتنا وحال ليدا ذا وآياتها قرآن كي كسو أروري تلمام عذاب القبر آيادا إيو آيات غافر بس بقرآن كتيرتا لابد آيو إذكالية عذاب القبر لك قهد لي النار يعرضون عليها غدون وعشية سورة غافر كأخرية إيا آيات وي. ولذلك عذاب القبر ففاهم تسيه تسريحه سنة قادة دكتي. أما كتابك القرآن كإشارات في آياتين بس آية كجرتا سأنا أوعك هذا. وعن ناس إله سبحانه وتعالى آخرية أدوم بقول كثابت حقها نقصه سؤاش آخرية امتحان كان الله النوس سهله. وعن ناس بن أجر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حجيري إن الكافر قالكو إن الكافر والله إطلاقي إن الكافر هنقضى كافر أسلية هنقضى منتصب هنقضى نين إسلام كشيكتوب لكن بين على كودون هنقضى إن الكافر قالكو إذا عمل هدو السمية حسنة وناك وناك بو السمية أطعم والقود بها وناك وليمت طعمة في الدنيا حقوق بيلو بي عبالة دونها لغسينية قال هذا أعماش وناكسين اللي ما دان والله بقيبوت كفير صدها ده عمل عبادة وناك ولا يمدو لكن نية أباهن عملك أسقع كمان أصحها وحلق السنة مجرو زكي صلاة صون حج أعماش النوع عاسي نية الله شرط قالك هدو اللي يمدو أدون كان عرب كوه لما هايو آخر رحب كيه لما هايو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال بقلها هيا وعبادة ذا يوحي عمل النية أباهن ما ينفع الدنيا آخر من حكي لما أعماش لكن خير كي وناكسن إن يدعى أن لو شرط دين سيدا أدون إن لحريه مدع باها إن وحلسيه نم دبها يستئن لو قرقاره بر الوالدين دين إن لسكب حشو قرب قبشو أولها النوع عاسة أعماش النوع عاسة إن يدعى أن لو شرط دين إبلا نية صحيزة كواسة أدون كلاقاء بالمرينية كواسوي سمايا قالنا عدانك أدونك أردها هي قحوتك وحترها هي صدقان دي سؤرنا أدونك ورنبا أنه لو يسوي قر من أطقوه سمكة بارد خد عضو هوينك ودي عررت ودي الدقيد ودي وحي شقيستين باي كنسدها قيني ينشلين شلين دول هل دور وحبا لغرون ملايين بنقون إذن كن وحا سنة سن لما أركو وحا أبارو مضبا بعشي كينيا لغو بابا هايو سمايا لغو بابا هاي إتوبيا gobolka Soomaaliya uu degaysay eber lagu noqday abaaran waligeed la arag oo la sheegay oo la maqal idan u nximaysaan u danqanmaysaan gaalo waxay soo qaaraantay qaaraan bile la soo qaaraamay ayay ummada ku badbaadiyaan dantay dooniba ka yeesheen oo mid xun iyo mid sanbale sadarteed amir Shakib Arsalan wuxuu yiri muslimiintu nin walba dhaqaaluhu helaa hadii boqolkiiba hal ay ka bixiyaan boqolkiiba hal ay ka bixiyaan hal ruux oo muslim oo faqir adduunka laguma arkay waa dhaweyd wadaadkii qadar fadhiyay ee qura daaqi baxdi sameeyay baaritaan buu sameeyey wuxuu yidhi muslimiintu adduunka ku nool hadii ee layda waa adduunka rubici boqolkiiba labaatan shan ba dunida adduunka nool ka tihiin macalkiina u ficsaada raafidiga khabiidka ah iraanigiina sagaraadka ah duruska fadhiya ii sheeg shaam
iyo suwaydaa fadhiyeen diinba shaqal ku lahayn wixii islaamku maxaabsado dhan adduunku maxay ka yihiin qarda jabeheenna iyo keenna qumar isku soo dur kulli boqolkiiba labaatan iyo shanta intay zaka ku waajibtay buu hadday si fiican u bixiyaan ruux kastoo muslim oo faqiiro maanta adduunka ku nool bishii wuxuu heli lahaa $3,000 bishii hadda u fiirsada $3,000 adduunka dowladaha leeyahay way tadheeen way kibreen ninka ugu sarreeya bishii ma helo isku celis nin 1,500 baa ugu badan qadar baa wadhi lahay waxaa leeyahay ruuxi bishii waxaa ku soo gaagaysa $1,600 iska daa ku waaweyn ee isku celis baa laga hadlayaa faqiirkooda iyo ku sarreeya isku celiyo $1,600 idan wuxuu yidhi isagu fuqarada muslimiinta waxa ku soo gaagi lahaa nin walba bishii sadex akhriya baxdigiisa uu qoraya uu nashay meel buu geliyay qolyo waxay dhan waabad gaabiso daraasadka waa ka dabakay waxay leeyahay $5,000 bay noqon lahayd wixii baa lagu ciyaarayaa hantida muslimiinta intay xad dhaaftay yaa bangiyada reer yurub ee galbeed bay iska taalaa reer maraykan baa ku shaqaysata yuhuud baa ku shaqaysata idinkaa laydinku baabi'iyaa afrikaanku waxood inta laga qaado oo loo macjileey yaa lagu soo celiyaa kenyada intii wax laga qaado oo jayna la geeyo oo lasoo farsameeya dib looga iibiya malaayiin laga siiya waogtii marka waxaa weeye masaladaasi inagunba isbaabi'inayne gaalo wax ina yeeshay ma jirto aduu haddaad ninka yac iska dhihi weydo mayuu ku fadhinhayaa gaalkaasi idaa camil xasanata saa ula socda waxba yaana sii fogaani xasanatu waa maxay waa camalka wanaagsan ee khayrka inu looshadiin niyo kaa wey ucima waa loo abaalgudo waa la quudin bihaa wanaagu biniaadamka taray ducmatan xoogu carab dhaqa iyo hawla jidin baa laga siin min adduunya adduunka xaggiisa waa cadli dadku wax taray waa u gurmaday adduunka isagana xoogu buu ku helayaa intaasay ku dhaqan yihiin oy ku nool yihiin wa ama almu'min mu'minka dhabkaasoo ma aha fa ina allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay weyne yaddakhiru lahu wuxuu u kaydinayaa xasanaatii wanaaggiisa buu u kaydinayaa fi lakhirati adduunku uu kaydin wixii xasaneed la timaado camal loo shardiyo niyo ha noqdo midaa niyo loo shardiyo ha noqdo ajirkiisa ilaahay diiwaan buu kuu gelin meel buu kuu dhigi aakharaad ku badbaadi intaa lagugu dayn maaye wayucqibuhu risqan irsaaqadna wuu ka siin wey cidhib wanaagsanna wuu ka siin camalka saalixi la timaado ilaahay ajirna waa kaaga qori adduunkuna wuu kugu dhaqahayaa wuu kugu dhaqahayaa وقال علماء تفسير فسيره فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين مركي فسيره هيين حديث بي كان وانا حديث صحيح كوي من مساند السوره كوي من نبي عليه الصلاه والسلام يقول اذن كستو مؤمن اه عرك وحي كل لبا الباب بكله عرك لبا الباب بكله الباب حكى سو دغا ارساقد سا كسو دغتا الباب نو حكى كور عمل كيس صالح حكى كور wixii camal ee saalix la timaado cibaado khayr wax kasta wanaaga albaab baa laga gudbinayaa ilaahi yascadu alkalimu atayibu walcamalu asaalix yarfacu idan midna waxaa ka soo irsaaqada kaaga soo degaysa labada albaab maalinkaad qalaf jirada dhimato labadu waa la xidhahayaa labada albaab marka la xidho ayuu cirku ogaanaya inaad dhimatay markaasuu cirku wuxuu bilaabay inuu ooyo barooto oo kuu baroordiiqo muminka saalixa ee meeshan la mari jiray camalkiisi saalixa irsaaqadun usoo degaysay albaabkiisi waa la xidhay waa ka xanuunsanaya laakiin gaaladu wax camal saalix oo gudbaya maba jiraba wixiisi yarkan adduunkaaba lagu siinaya marka aan ka asaxay ee niyo u baahnayn famaa bakat calayhim asamaa waalard ciryo dhulmidno ma ooyin wey maxaa yaa ka warqababa gaalgeysa ooyin buu ahaaye muminiinta laga warqabaayo cirku ka warqabaaye ciro dhulmidna ku ooyi mahaya meel aad ku tukan jirtay camalka saalixa ku samayn jirtay ku cibaadaysan jirtay ku qur-aan akhri jirtay markaad geeriyooto wuu dareemi waa loo sheegi wuu kuu tacsiyeyn wuu hawshaasuu ka xanuunsanayaa addoon meel kasta lagaa socdaato oo karaamayso alla jecel yahay idinkoo isku ciyaaraya marka qad haya-uka liamrin low fatinta lahu farba binafsika an tarca maca alhamali yacni meel baa lagugu talagalay markaas ardaalnimo iyo isqajaannimo iyo waxaan shuqul lagu lahayn baad ku wareegaysanaysa nin la rabaata in la gobeeyo oo akhyaar laga dhigo oo kor loo wado
markaas aad musqulaha ka dhamaan laadahay iyo boosaneero soo mushkilan ba yadakhiru lahu hasanati hasanatkiisi buu rabbi u keydinaya fil aakhirati aakhir illaa uga baahi badan yahay wayuuqibuhu wuxuu u daba dhigi oo ogadal xuraya rizqan calaf buu ka siin fi dunyada adduunka calaa taacati wanaagiisina ilaahay irsaaqad buu ka siin saadarteed jamaca minas wuxuu odhan jireen dembi yar markaan ku dhacno waxaan ka dareemi jiray cidhibtiisa xun caruurta iyo islaanta iyo reerka faamilka aw kale dambi ku dhacaysa aroortii baad nin saaxiib ka uu kula dagaalamayba fitbal buu ka ciraayay indhuba kala bicuru aside warabeel maxaa kugu dhacay anaga dal hadlin ma guleeda dambigu asaga ma ahee he adiga ilaahay caasiyay islaanta ku ficnay baariga ahayd rabbi dariiqiisa ma galayso geesay ba yeelan naraali aad ahayd waa sida soo adiga wali hadal bay ugu soo ceynin ma aqaan saaka waa kacsantahay kurayga yarka inuu kaala bixiyo dugsigii buu diidi wuu wareegaysani rafaad walbahaar badan ka baxayn wadaadow isoo duceeya in ilaah owlaada noo suubiyo ducada waxaa ka horeysa adiga alla waxa idiin dhexeeya horta soo suubi adugu soo suubi wax walba iska hagaagayaa aafad halkaasi ka socota وفي رواية لمسلم رواية مسلم حاكويم إن الله سبحانه وتعالى بوين لا يظلم كما تقول لا يظلم من نقصاميه مؤمنا روح مؤمنا حسنة هناك كما نقصاميه يعطى بها في الدنيا أدونك حوال لغسين تبا هذا الله فسيره يا إلهي سبحانه وتعالى أدونك إذا مؤمنك هي وحبا كما تقول وحبا لي يميد أردن أدونك نوالو قديفن aakharna waa laga abaalmarin gaalku laakiin taa ma haysto la yadlimu dhulmigu tarkibu noqdaa nuqsaan buu noqdaa wadcu shay fi ghayri mawdici buu noqdaa inta macnaha meesha ay ku jiraan inna allaha la yadlimu kama dhimo ilaahay kama dhulmiyo kama nuqsaamiyo mu'mina ruux mu'min xasanatan ataa biha uwi xasana uu la yimid ilaahay waxba kaa gaasiri maayo oo muxuu rabbi ugu samayn yucta waa la siin adoonkii baa lagu quudin biha bil xasanati fi dunya adduunka waa riwaayada hore ahayd ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته بلا معنى طاعته الدنيا ربي وحوكو قطر عبادة وناكسر هذا وضو ويحبه قطر ريسا والغو قد قالين أولادها كبرا كوبي ريركا قد قمي حونا هذا كقع عاثم مادي هاوش هذا اسكو هقاقي عمرها كبرا كوبي ما هاوشو على في الشلي ملا تري بس هاوشو ما ها ملايين هذا سوك ينتو وبركات الله قد حوكو قطر ريس وادو ويد كيني ودوكتين ننما القبين أها oo dadka u dhaqaada roona dadka Kenya ku roon ayaa xanuunsaday cuntada ma dhaminay wuxu dhamin ma jiro way xas shahaado ka bado iyo hadii biyo ka bado iyo hadii loo qaso sibir iyo hadii malab loo qaso isku mid dacar hadii la sii waa isku mid maxaad ka faa'iiday ninu tagay wuxuu yiri waxaan leeyahay oo dhan maanta in la iga qaado oo dhadhanka kaliya la isu celiyaan ku doorsan laabo dadanki kaliya nolosha dhiciiba noqonaysa waxaan maxaa loo uray in lagu raaxaysto xoogo carab dhaqan laga helo hawlo jidin iyo umuur calaf weey wixii baad ku socon waayay ka war haba ku tarin maayo caloosha dhuxu qaada weeydo wax ku dhamin waayo hordo weeydo nasan weeydo adoo rabaa in ka sheegayo inaanu saaxiibanay ahlnahay ayaa asagoo iska tabariir ban aqoon jiray waagan aan isli dhex lugaynaynay aga dambi xogow yeeshay maalin baan israacnay markaas waxaan ku wadi intan hadda aad haysato kale way ugu fiican lahayd aniga oo xasaana wuxuu igu yiri wuu joogaa wuxuu igu yiri hadda magaciisa inaan sheego ma rabo laakiin waxaad aad magacaad sheegtay hawsha jooji imaan ahlnahay wey wuxuu igu yiri haddaan kari karo xaaladda adigu aad ku nooshay inaan ku soo noqdo lacag baan ku iibsan lahaa xaaladda stageka haddu aad aad joogto hadda waan qaan gaadhay waaga waa 15 sano ka hor ilaahay wuxuu ku siiyey laba gaasire sida waa laga liitay culimada allaah wuxuu yiri stageka aad joogto haddaan heli karo waxaan haysto dhamma ku iibsan lahaa maxaa jiraan waxa ka maqnay baabuur nooca baabuur baan la saaray asagoo wadan la saarara wuxuu yiri baabuurka aan wado waxa igu jirta goobaan lagu dili xisaabti adduunyada ma isu keeni lahay ma seexdo horda fiican ma helo ninkaan iska lugaynaye boorka intuu iska jabto kaba ii baalasha dhac iska dhici aniga ma hayo hawsha waxaan haya ma jiro qaxri rafaadi dhibaato
يعني أدويه معنا ملا وأشارك اللي بدليه نعمين كإلهي كسيي دبو إيك صادر ثلب وحيد هذه لبحاله وحال إيجا تذكر كهو سيا لبنا وحال إيجا تذكر كاكرية علم عباده وحال إيجا روح كاسرية علمك أقونت الدين هي عبادي وناك وحال قد إذا تذكر كاسرية عافمات هي علف الدنيا وحال إيجا ضدك كهو سيا مركز الحجاجي إيه أدرك الناس كبهان إسكفر ديا بهيد إن رقبة الحكومة سنة ما أنت تهلان ملايين دولار صد مويس ما إذا كن ربي إن النعمي والعاف ما ضاي ستان ودوناك هي ستان ولنت ما بقى من سنين حقان عرب الله ما تجينا بدلي دي لكن هوشي نادت با رادني يا مانت هو شو قال إنك سيدا يقولي أضيف وي وي شو قال فهم الكلام مركه وحاو يساد مديسان معها نول بيها مل بوجوغان الى علمهم روح مؤمنك وانا اقول لي ما در ربك ما قاسر وحب كما قويو يعطى بها في الدنيا ادونك لو ديفنا ولو دقالين ويجزى بها في الاخره اخرنا ولا ابال مرين ولو ابال مرين وانغي سومره جماعه من السلف كالفراء ان يدادين المؤمن يجزى والكافر يجازى اذا لبس تقول روح مؤمنك أدون كان عبادي وناقي خيرك وقرق مهايا سورة كاف وكان أبوهما صالحا أبها وناقي سوى كبد بادي والد كاد وناق صديقة هايين وحال غي أدون كان قرق أن تطب حصته هذا حماين حمان تودي إن وحكاس وجارد أدوا لغي أبا علماء السر والمغازي وحيشين مالك أحد نيك قال كاي نبي محمد قلت في السيفتة إيه وجهك قد دخري كد الكه روشنا كتشبيي فركيسي ولا يقان ابن قميع لورنسي نين قريش ولا يقانوها فركيسي تلك كفر عمي إلى حيق ابن قميع أوتشوي قرنجي سديادة هجرده قرنجي سديادة عفوا قرنجي سديادة بوها هجرده سيدات بقول أصلاً إلى سيدات بقول يا كنتن يكوي بدن تي من قيمة شام بيكودن بيون الله أيد جنايت ركوا أضيعا ابن قبيل النبي قال روش سر ذي فركيس يفرعيس نين والبوع يا كثر سان يلم صدن مكو جار الكا كدات هل إلكو ما هرو صدن ماشي كو جار هل إلكو ما هرو علماء دو يلا هذا وعقوبة كسعطة أوجو دي لباتنات هم لبك صوبانها وقس عليه الصلاة والسلام وهل سوي عرورت إنه مكان مال فعن وشقية إذن كس كبت داية أبتك نبت بات سادة ويجزى والله أبا المرين بها في الآخرة لغا أبا المرين يو أما الكافر قال كسو معها فيطعم والله قود بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى ما هو اسمي هلقا شيخ وحلقا أبا المرين وحو اسمي إلهي درتي إيه أهولي با عمل أنو بهنين نية أنو بهنين يطعم واللقود بحسنات ما شيء وناقيب اللقود عمل أسمي لله إلى درت أسمي في الدنيا الدين قال قد يفنيا آخر لو حمي له حتى إذا أفضى مركب جاره حتى إذا انتهى بكذا جنتاي حتى إذا أفضى مركب جاره إلى آخرة آخر أو جار أو تجو لم يكن له حسنة وناق ما يلنيه يجزى بها لغة أبا المريو فيجازى بكفره قال لي سبا ما كان لغة أبا الجدية أو لغة نار لغة عذابية رواه مسلم إذا وا بشارة ويرجوين روح مؤمنك لبست كولوي وانا اقول ادوك كهلو عملك الصالح لقى ابا المري اي اخر ثوابي اجر كهلوي وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه نفس الشيء قران من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون قرآن وعد سورة إسراء والوعدي شورى والوعدي كهف وحلوش سورة الهود سؤال ما هي إذن أبدا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وعيسوها يا الله مارك وحد والله مريي وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس صلاتها شنطة أو حاؤت صلوات وحوي مثل الصلوات الخمس صلاة شنطة وحين مثلا وحين لمذيهن أما وحاؤت صلاة
كمثل نهر وبيؤكله جار قلقل هيون فدين غمر بحوم مولة أنضي أهيد رواية كلا عذب معان بها معان ويكفي عن بها خرد بها دانا حقا وسقط إلا الرقه درك الله بفتيه بها حريد دي معان باكو ونكس ودوكتين بإلى الطاي كمثل النهر بها حريد شيء قال حريد كل قضية بها عركة يكون قربوين كتري وبياش واسكمد ما ويكدرين صابون حتى كوك عنوي دي حرد ويكعريس سيف عم بدو قبي زنيس بيها معان بيها كلا ويكحوك بدني حاجة جوين توسخ ذا يقصق جا كمثل النهر جار وبس عضي لم يدين شن تصادو ولا تكذو غمر مول بوحة عذب معان رانين على باب أحدكم متكين الباب كسم مريء أن لول وينين أن لول سهراد لول أومينين الباب كذو مريء يغتسل منه كوقا بيسن روحا مسلم كا كل يوم مالين كزتا خمس مرات شنشر شن قربت كوقا بيسنيس موسكو باكو قهرية رواه مسلم مسلم باو رواية مسلم يا أحمد غير كون يربو كتك إمام كيو فما يبقي ذلك من الدنس فما يبقي ذلك من الدنس شن قرنين قبيستو بي حريدة كوقا قبيستي أصغن أسعنين أهرادين بور إيها باسين مرين الباب كهرتيس وبمرايك قبيستي وحسكا قهرية مايا محو أسكا قهرية أما ماشا قهرية مايا إذن دنبقي يحومه بيس شن تصادنا كاردق هايان كابا بين هايان وحان لغو حنباري عندها العلمي هين دنوبتي صغائر تأهيد أحاديث كالات قصوا مرتين شن تصادنا جمعة إلى جمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنمت الكبائر إذا وحى الصلاة شنط لغو دافيو إن طبض أباهنين ودنوبته صغائر تا سأقول الصعودة الغمر والكثير ووحى فربضان بيها فربضان غمر والواطق أنا مثلث قطر ومثلث مركم عاني بضم بالنغضاء أن طبض الله شردينها طيب يعني ذنوبته صغائرته يا صلاتها اللي قلناها في اللغة ترتريا أما ذنوبته واوين وعي الربان طوبة خاصة الربان وأنه صوم الري وعن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل مسلم يموت ما من رجل مسلم يموت مسلم لنتا مجرؤ وتي الله يكت ما دو فيقوم يستاغان على جنازته سلاديسي على جنازة أي في الصلاة عليه بلوجي إذا إن أسأل قلت كذو 40 رجلا أفرت المسلمين تكمده نين كحون لوجي إذا أفرت المسلمين رجع دمر كلاقات ملا وادم طي تي الله كوكو تيمت صلاة جنازة الحق قلت كذا أفرت المسلمين شرط وامح لا يشركون بالله شيئا وإن له أشرك يلينن لا أم أشرك يلان ومؤمنين موحدين الله كليه كحرين هذا الدونام بدن بكلا كل دعين لكن الله ما شرك يران قال لما كمرد في الأيام كفر كم تران إلا هذا إرجيان وإله أبريان شفعهم الله إله باك إرجع أقبله فيه أي في العبد المسلم أظن كان مسلم كا شرد وحوي كان له إرجين اللي قلت كان يوينه مسلم يا أهل التوحيد يا النجوى إرجين أن هاي أهل التوحيد هذا أهل الشرك تاي وشرك الكجر تأكبره وركض صعون مهيو نينك هذول استاجتينا لب ما يندفع تري ميزد رواه مسلم مسلم أحد الكوارية أحاديث كلا وحاكو تمت نينك أحد كم مسلم كأدنتا ويكوت كذا بقول روح أهل التوحيدة وأهل والله رافع يدم بجيس أحاديث كلا وحاكو تمت أحد كأدنتا صدح صف أي كوت كذا نمسلم أدنتي صدح صف باكوت كذا صدح لاسف هذا يدون تمام وإذا تنقذه صف كروحات هاجن أفر كلا بعض وحات هاجن صدح ككلام واحد تاجن صدح إيه مسوي طبعا صدح صبا من الله بنا صدح يجي منا أفر يسوي طبعا ما طبعا بأكو قلت كذا ليه وداد بالله والله بيستأكدي وصدح الصف إذن وحي وعدي أه شرع وحي تقانا ترقي كرب الله هذا كرب الله هوس بالله سدق من عفوا بقول أكو قف فلان تاعي، بقول هدي لو معك قف فلان، أفرتن هدي لو أيو، صدح الصف هذي دقن هذي دون طبعا سكون نقدين، طبعا لا يشركون بالله شيئا شرطه،
وأرقت مال البلا صومر لا يشد كون بالله شيئا هاي المرأة دي لو شركة شو مسلمتي شركة الله قال لي وشركة أكبر كأ وحال صومرتنا وعيدة أما وعدة الشرك الآن هي الشرك قصابا والشرك الأكبر شركة أصغر كأسيد الراجحة باب الكبائر بكو حكم يه علماء سكو خلافين بتوبة من الغرفة دافا مثل بدون توبة الغرفة ياو مشيئة كجرة وخلاف لكن وعيد كعلوس داركتين أما وعد كعلوس داركتين شرك كم منان تيسية كتلماني دي سوعوية وامتك أكبر كا وحان لقوة دا قال لما دوي قال لما إسك إلالية برت الدين كا خير حكومية إليه شر الطاقب الليل إسك إلالية بالك عدك سواء أقمره أسوكنا ما إرقين كرو لو من إرقين كرو أبها أضود أنتو أما حقالة يا جعلك دتك كنت كان يوش في عق إسكه بصو مساجد قمان أهل توحيد كجي وإذا قمان أهل توحيد أمر هيسك أفين هكل أردن مساجد لقط هنسيا أما أي شجان كوا إلهي غير كبريا إن ربي تفتك إسك إلالية والله سبحانه وتعالى علم.